الآتي ذكرها، وهي حزب الوطني الديمقراطيين الموحد، حزب العمال، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، الحزب الجمهوري، نداء تونس، الجبهة الوطنية، الحزب الشعبي التقدمي، التيار الشعبي. هذا من الأحزاب اللي حاضرين واللي كانوا شاركوا في الحوار الوطني منذ الانطلاق نتاعو وبذلوا أقصى المجهودات من أجل إنجاح هذا الحوار الوطني، وقدموا ما قدموا من تنازلات لإنجاح هذا الحوار الوطني اللي التونسيات والتونسيين كلهم ينتظروا في النتائج نتاعو، ينتظروا في حكومة جديدة اللي باش مستقلة، حكومة مستقلة اللي باش تخرجهم معناها من الأزمة اللي عندها طابع أمني، طابع سياسي، طابع اقتصادي واجتماعي، طابع ثقافي، طابع دبلوماسي، وكذلك باش الحوار هذا يمكن تونس في أسرع وقت معناها ممكن من دستور ديمقراطي اللي يتماشى مع أهداف ثورة الشعب التونسي، وكذلك باش حوار يوصل إلى تحديد وقتاش مش تصير الانتخابات وفي أن الظروف مش تصير الانتخابات. كل هذه الأحزاب اللي شاركت في هذا الحوار وصلت في مشاركنا من جملة مشاركنا حكومة، جلسات طويلة، جلسات مضنية، واجهنا فيها مناورات كثيرة وكثيرة، ولكن مع ذلك هو أنه بالاتفاق الجميع صار نوع من ضم التوجه أو رصد التوجهات اللي موجودة في الأحزاب المشاركة في الحوار هذا، ضبط رصد التوجهات، وين ماشي الناس، وين ماشي الاختيارات، ماهوش تصويت أما وين ماشي الاختيارات. فتضح من خلال هذا الرصد وأنه مثلا سي محمد الناصر جلولاني، ثم كذلك أسماء أخرى اللي اطرحت واللي حصلت تأييد كما سي محمد صالح بن عيسى، ثم سي ثم كذلك ثم سي جلول عياد، ولكن ثم أسماء أخرى سي مصطفى كمال النابلي، ثم نورة العروسي، ثم أسماء أخرى. وبطبيعة الحال وقع اقتراح كيفاش باش نواصلوا العملية هذه طبقا لك التوجهات. احنا من ناحيتنا جبهة أنقاذ وأحزاب أخرى قلنا وأنه من المنطقي وأن نمشوا مع التوجهات هذه. نعطيك مثال اسم تاع سي محمد الناصر، في أول الحوار كان هو أكثر اسم برز، وحتى اليوم كان أكثر اسم برز في هذا معنى الحوار. فاقترحنا وأنه لإنجاح هذا الحوار وكذلك للاستجابة لانتظارات التوانسة والتونسيات، خلينا نمشيوا مع الشخصية هذه رغم اللي تنجم تكون ثمة اختلافات معناها معاها فكرية سياسية، ولكن على الأقل من الظاهر وأنها شخصية توافقية، خصوصا أنه ما سمعناش قبل وأن ثم شكون عنده لها اعتراض. حتى الحزب الوحيد اللي هو حزب التكتل في وقت ما اعترض النهارين الاخرانيين ما عادش عنده اعتراض. النتيجه اللي توصلت سمحني انا جاي. فمشينا في هذا الاتجاه الا ان فوجئنا بانه خاصه حركه النهضه طرحت قالت لا فيتو. انا نعترض على سي محمد الناصر مثلا مش يكون رئيس حكومه، انا نعترض على سي محمد صالح بن عيسى مش يكون رئيس حكومة، اللي هو انسحب كذلك. نسيت أنا سي حبيب الصيد، قالوا زاد نحن نعترضوا على سي حبيب الصيد اللي هو كان من جملة
حتى الستة اللي حفظنا عليهم الاخرانيين. وطبيعي جدا وانهم يعترضوا كذلك على سي مصطفى كمال النابلي وغيره من الاسماء اللي في نهايه الامر لقينا رواحنا امام زوز اسماء اللي حركه النهضه راضي عليه. فرفضنا نحن الفيتو هذا. شكون هما زوز اسامي؟ زوز اسامي هما سي جنو العياد وسي مهدي بن جمعه. ف سي مهدي بن جمعه ولا جمعه؟ مهدي جمعه. ف بالنسبه لسي جنو العياد قلنا لهم تطرح اسمه قبل ما صارش عليه وفاق، ما صارش عليه توافق. وبالتالي التمسك به زايد. وبالنسبه لسي مهدي جمعه قلنا لهم راهو عضو في الحكومه. وما هواش معقول انه مره اخرى رئيس الحكومه المستقله تاع الكفاءات المستقله يجي من داخل الحكومه تاع حركه النهضه وتاع الترويكا اللي هي حكومه منها فاشله واللي هي مسؤول على الفشل واللي الشعب التونسي يطالب او قطاعات واسعه من الشعب التونسي تطالب معناها بتغيير. شنو هي الرساله اللي باش نبلغوها نحن للشعب التونسي من خلال ترشيحات كما هكا؟ ولكن وقع في نهايه الامر رفض موقفنا هذا، فقررنا وان لا نشارك في عمليه التصويت. ما شاركناش في عمليه التصويت من ناحيتنا، ما يعنيش ان رانا اعطينا ورق بيض، لا ما شاركناش، احجمنا ما شاركناش في عمليه التصويت. كيفنا كيف الجمهوري كي النداء كي كل هذه يعني من الاحزاب ما صارش. شوف ما صارش فيك، خلينا الساعه نفصل. فما شاركناش في هذا معناها التصويت. وقلنا لهم راهي حكومه التوافق ما تنجمش تجي بهذه الطريقه. وقلنا لهم ان كل هذه الاحزاب اللي بذلت كل هذا المجهود باش ما يفشلش الحوار الوطني راه تراوا انه ما نجمش هالمسار الحكومي ينتهي بهذه معناها الطريقه. وبعباره اخرى قلنا لهم راهو حتى هالحكومه مش تخرج من خلال هذا معناها التصويت، ماهيش مش تكون حكومه تاع توافق، ماهيش مش تكون حكومه متلبي من هالانتظارات. ولكن قلنا لهم احنا رانا مانيش باش نصادروا حق الناس باش انهم مش يمشوا يصوتوا. النتيجه اش كانت؟ كانوا ثم 11، ما انسحبناش بطبيعه الحال، كان ثم 11 طرف شاركوا في هذا التصويت. تعرفوا الاطراف المشاركه في الحوار الوطني للاحزاب 21، ثم زوز معناها متغيبين، زوز متغيبين، ثم الحزب الجمهوري المغاربي اللي اكدوا لنا وانهم على نفس موقفنا، وثم حركه الديمقراطيين الاشتراكيين على العركه اللي موجوده على الاسم. ولكن النواب الطرف اللي هو عنده نواب في المجلس التاسيسي معنا انا في الموقف مع 8 اطراف ادم، فبطبيعه الحال النتيجه اعطت 9 اصوات مع سي مهدي جمعه اللي كما قلت لكم هو وزير الصناعه في هذه الحكومه، وزوز اصوات السي معناها جلول معناها عيد. فعبرنا فنحن عبرنا كأحزاب وأن هذه الحكومة ما تنجمش تكون حكومة تاع توافق، كما قلت لكم ما تنجمش تكون حكومة توافق وحكومة كفاءات مستقلة واللي يرأسها هو معناها جاي من داخلها من داخل هذه الحكومة، كما صار قبل في حكومة سي حمادي الجبالي رئيس الحكومة جاي من داخل الحكومة اللي هو معناها سي علي معناها العرايب. و بطبيعة الحال بالنسبة لكل هذه معناها الأطراف إذا كان ما تشوفش في هذه الحكومة هي حكومة معناها أنت توافق، طبيعي جدا فهذه الحكومة ستكون مسؤولة أمام الشعب التونسي وأمام كل القوى السياسية والمدنية على الاختيارات اللي باش معناها تمشي فيها. مش كون عندك التحركات كيفاش خطواتكم للتعبير عن الرفض يعني؟ لا كيفاش باش تتفاعلوا مع الحكومه الجديده سي حمد؟ بالنسبه نعم كيفاش باش تتفاعلوا مع الحكومه الجديده؟ بالنسبه للمشوار الجاي ماناش باش نحدوه في اللحظه هذه. تعرفوا ثم مسار حكومي، ثم مسار تاسيسي، مسار انتخابي. الجبهة الشعبية وجبهة الإنقاذ باش تجلس وباش تحدد الخطوات العملية معناها نتاعها. ولكن حاجة اللي حاب نأكد عليها هو أنه إذا كان صبرنا وقعدنا
حتى لاخر لحظه. هذا باش حابين التوانسه يشوفوا بعينيهم حقيقه هالاطراف المشاركه في الحوار الوطني، لان كما تعرفوا في كل مره حملات نتاع تشويه راهم يحبوا يكسروا الحوار الوطني، راهم يحبوا يضربوا الحوار الوطني، وبطبيعه الحال هكم تشوفوا النتيجه. الترويكا الحاكمه اللي اكدنا لكم اكثر من مره وانها ما هيش تبحث عن مخرج للازمه، انما تبحث عن طريقه كيفاش تبقى في الحكم. موقف الراعي، الطرف الراعي. إذن